الله الله، الجو ده يا جدعان، ايه الجو ده؟ شفتوا المنظر في اسكندريه عامل ازاي يا جدعان؟ بصوا بقى، لو انتوا بتحبوا الدانيت اللي بالشوكولاته في الفيديو ده ليك، بس في مشكله سخنانه قد كده. اول حاجه، لو مسكت علبه الدانيت هتبص عليها مش هتلاقي فيها اي سعرات حراريه، ولا بروتين ولا كرب ولا فات ولا كميه سعرات حراريه ولا اي بطيخ. بس العبد اللي لاقي نفسه فيها هيعمل ايه؟ طبعا زي ما انتوا عارفين يا شباب، احنا مش المفروض ان احنا ناكل اي حاجه واحنا مش عارفين السعرات الحراريه بتاعتها قد ايه. فقعدت ادور وادور وادور، وفي الاخر لقيت السعرات الحراريه، ويا ريتني ما لقيتها. علبه الدانيت اللي قد كده دي فيها سعرات حراريه قد كده. وهنا عزيزي المشاهد، عقليه المهندس لازم تشتغل. الفكره بقى ان انت تعمل دانت السعرات الحراريه بتاعتها نفس السعرات الحراريه بتاعت الدانت، ولكن حجمها يبقى قد كده. دانت بالشوكولاته محطوط عليها شوكولاته وكمان عليها مكسرات نفس السعرات الحراريه. وده عزيزي المشاهد اللي هنعمله في الفيديو بتاع النهارده. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده. معاكم ايجو، ده ميجو في بلاتفورمتك في البيت. لو دي اول مره تزور في القناه بتاعتي، اهلا وسهلا بيك، سلم عليا. انا اسمي ماجد، بيقولوا لي ميجو، عشان كده اسم القناه بتاعتي ذا ميجو فيت. تكملني اونلاين كوتش، بتمرن في البيت بقالي اكتر من 10 سنين دلوقتي. بعمل تمرينات كرييتيف جدا في البيت، بعمل هيلثي ريسيبيز او وصفات دايت، تبان ان هي مش دايت بس هي دايت اقسم بالله. بنعمل ريفيو لاي فيلم مارفل او دي سي، تكملني عاشق للاثنين. اي حدث رياضي او اي حدث فايرل حوالين العالم، فلو ليك في اي حاجه من الكلام ده ما تنساش تنزل تحت الفيديو تشترك في القناه، خلينا نوصل ام ال 25000 اللي مش عارفين نوصلهم. انا بقول كفايه رغي ويلا بينا نبتدي. طيب بسم الله، ونصلي ونسلم بقى كده بينا على النبي. عندنا هنا 200 ملي لبن خالي الدسم، هتنزل بيهم في حله ومش هتولع النار. اسمع الكلام زي ما بقول لك، علشان لو عملت خطوه غلط شكرا. هنستخدم 3 اكياس من السكر القذر، وممكن تستخدم 5، دول حوالي 10 جرام كاكاو خام ابو عوف او دريم، الاثنين دول كويسين جدا. وبعد كده معلم الكورن ستارش او نشفه الذره، هناخد منها تقريبا برضو 15 جرام تقريبا، ايه هم 15 جرام. وبعد ما تنزل بيهم وتبتدي تقلبهم سوا، تبتدي تولع النار، تبتدي تولع النار. لو ولعت النار قبل كده يا معلم، النشا هتكلكع معاك، وهتبقى بتاكل حاجه كده عامله زي فرده الشبشب اللي بالكاكاو، هتبقى حاجه استغفر الله العظيم تسد النفس. المهم هتفضل تقلب على نار متوسطه لحد لما يمسك معاك الموضوع، مش هياخد منك اكتر من دقيقه. وبعد كده تنزلهم في الكوبايه ديت او في اي حاجه هتدخلها الثلاجه عشان تجمد. وبعد كده هنجيب بقى ايه حبيبه الملايين، كورونا لايت. هتستخدم حوالي 15 او 20 جرام تقريبا، انا استخدمت في الوصفه دي 20 جرام على حسب كميه الفاتس المتاحه ليك والسعرات الحراريه. زي ما قلت لكم ده كان تقريبا 16 جرام، انا افتكرت دلوقتي ولا 15 ولا 20. هتنزل عليهم بشويه لبن او ممكن شويه ميه، وبعد كده تجيب ورقه زبده. عشان الخطه ان انا كنت انزل الشوكولاته على ورقه الزبده ديت وادخلها في الفريزر، بس الخطه فشلت فشل ذريع. طبعا لكل اللي يعرفني هيعرف ان انا ما استغناش عن الفول السوداني ابدا، هنستخدم تقريبا 5 جرام. هنديها طحنه خفيفه خالص بحيث ان يبقى فيها لسه ترانكس، وبعد كده دول بقى اللي نحطهم على الوش في الاخر خالص. بعد لما الشوكولاته صحيت نزلتها على ورقه الزبده اللي انا المفروض واخد المقاسات بتاعتها بالظبط. كانت الخطه يعني ان انا هدخلها الفريزر وبعد كده هفكها من ورقه الزبده ديت واحطها على الوش بقى كمني شيف ميجو، بس الدنيا اتطربقت على دماغي. دخلتها فعلا الفريزر، جيت احاول اطلعها منها ما نفعش، حطيتها على الوش وحطيت فوقيها الفول السوداني، وده كان الشكل النهائي. ايه الحلاوه والطعمه دي اقسم بالله. بس يا اخويا، ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده والوصفه بتاعت النهارده يكونوا عجبوكم. يمكن حاجه اول مره اتكلم فيها هنا على القناه، كنت اتكلمت فيها على الانستجرام، وهو كتاب الطبخ بتاعي. الكل ما يعرفش يا جماعه، ان شاء الله انا بحضر كتاب الطبخ بتاعي، بس لسه مش عارف اسميه ايه. بس حاجه كده حرشه زي فورمتك في البيت، ذا ميجو فيت، تبقى فيها هويه من الاثنين دول، وفي نفس الوقت يكون الاسم بالعربي. فممكن تساعدوني في اسم الكتاب ده وتكتبوا لي في الكومنتس تفتكروا اسميه ايه. لو انت شخص بقى بياخد بروتين خام او بيستخدم منتجات بيور اورجانيك، فجايب لكم النهارده خصم 5%. ممكن تستخدم كود الخصم ميجو 5 عشان تاخد 5% خصم. والله حاولت يا اخويا ارفعها ل 10% بس ما عرفتش. على فكره انا مش واخد ولا جنيه منهم والله، بس انا عامل الحوار ده عشان انا بحبكم. انت ما تعرفنيش غير لما اكون في مصلحه، لما اكون في مصلحه تعرفني. عايز تشتري اي ملابس رياضيه، جول مود كلوث، في كود الخصم ماجد 10 10% خصم. ولو عايز تتابع معايا اونلاين هسيب لكم رقم الواتساب نمبر في اول كومنت وهثبته. شباب ان شاء الله اشوفكم الفيديو ده جاي. Peace.